انا اخذه خلينا نقول 1 سكند ثانيه واحده بين صوت وصوت. زين تعال انت هاي بين صوت وصوت وثاني انت بهاي الجاب بيناتهم لازم تسمع في شيء وتسوي له انتربريتيشن. فهاي الصعوبه هي بالبري براكتس يعني حتى ينضبط الموضوع من البدايه. فانتوا اول شيء شو تسوون انه تسمعون فد صوت تخلون السماعه هنا تميزون الاس 1 من الاس 2. زين تسمعون اكو فد صوت اب نورمال راح اخلي ايدي هنا ويجي. فاشوف هذا الصوت اللي دا اسمعه هو دا يجي ويا يعني وراها او وياها معناته هذا سيستول. اذا دا يجي قبلها معناته هذا دايستول. اجي عموما دا يصير مرمر بالنسبه كاندر جراجويت صعب وما تسمعوا يعني ما ادري بس السيستوليك سهل يعني مجرد اذا انتم تحطون النورمال بس مجرد لازم تدينكم داخل على النورمال تخلون السماعه كل واحد على نفسه بس يقدر ياخذ الرتم الاحتياطي في اس 1 اس 2 اس 1 اس 2. ما راح تدخلي السماعه انت حتى لو انت مثلا مسامع مرمر بس ما راح تخليها راح تسمع في الاب نورمال ساوند هنا تبي ببالك انه هو اكو لوب لوب فاكو فد صوت يجي بنص المخربط راح تعرف ان اكو مرمر وراها هسه نرجع لتفاصيل المرمر ان شاء الله. دائما نستطيع على مكان واحد بس ممكن كان هسه طبعا هي كلها لازم تسمع بها هنا مكانات يعني حسب ال يعني حسب بالليفت استنر اي حسب مثلا الاورتيك احنا تقريبا اكثر المارمارز هي بالابكس عندنا هنا بالاورتيك عندنا بالقلب مثلا ايضا بس هي الموست هي بالابكس يعني اذا كان مايترال ان ابكس يعني مايترال والترايكاست بالمشتقات كلها تكون بالابكس حتى الايرتيك البلمنري فقط اللي راح نسمع منه بس هو فرق هو بس هو اكو بس اذا تعتمد مثل الفاريشن مالته انه فرق بين هذا بس على الفاريشن لا هسه راح نحكي بها يعني التفاصيل. فنجي هسه احنا حنسوي اوسكلتيشن. اول شيء مناطق الاوسكلتيشن عندنا اربع مناطق هاي اللي يسمون المايكرو اريل هاي اللي هي الترايكاسبت اريل هاي اللي هي البلمنري اريل هاي الايرتيك اريل. ترى الايورتيك البلمنري بالعكس يعني اذا تخاف تاخذون الايورتيك باليسرى الايورتيك على اليمين البلمنري عكس. فهاي الفور زونز فهاي تمن يكون الاوردر مالتك اوسكلتيتر بريكورديان اول شيء راح تخلي السماعه هنا زين من راح تخليها على الابكس راح شوي تنتظر ليش؟ لان الابكس يعطيني لاودست منو؟ لاودست اس 1 راح تسمع هنا بطريقه واضحه زين خلي السماعه هنا وراح اخلي ايدي هنا زين راح اسوي اميز ويتش 1 اس 1 ويتش 1 اس 2 ميزت بيناتهم اوكي سويت سنكرونايزيشن خليها هنا بعدين مرتبط خليها هنا وخليها هنا هاي كاربع مناطق اوسكلتيشن ما يعني خلينا نقول نورمال المريض بعدين شو اسوي؟ راح اقلبها على البيض واخليها هنا واقلب المريض على اليسار ليش؟ على مود اسمع المرمر واوتوماتيك ستينوسس وراها قاعد المريض هالقعده هاي ونفس السماعه بالبيض واخليها هنا بالسكند انتركوستال سبيس او بيلو وام ليني فور على مود اسمع المرمر افايرتك ريجيتيشن. الفكره بهذني ليش؟ لانه هذني المرمر يعني والاي ار حتى لو انه موجودات ممكن ما تنسمع بالطريقه الاحتياطيه فلازم اسوي له سبيشال مانوفر تو هير. فاذا يكون الاوردر مالتكم اسكارتيد ريكورديان هي عندكم اربع مناطق بالدايفرام واحد اثنين ثلاثه اربعه زين بعدين عندكم بالبيض منطقه المايترال سيوسس ومنطقه الايورتك ريجيتيشن. فهمت؟ زين. خلينا نحكي هسه انتم شنو اللي انتم تسمعون؟ انتم عندكم الكارديك ساوند عندكم الاس 1 عندكم الاس 2. الاس 1 هي الوتر ريبريزنت هذا كل واحد طبعا تحفظوه شنو شو يمثل يعني كفاز فيزيولوجي كل واحد وين يكون لاود وين يكون سوفت. اس 1 وتر ريبريزنت كلوجر اوف مايترال تراكاسبت ايفن ات ريبريزنت كلوجر اوف ذا مايترال اند تراكاسبت هذا واحد. زين وين يكون لاود؟ شورت بي ان انترفال تاكيكارديا مايترال سينو مايلد مايترال سينو. اذا اول شيء ممكن نقول اذا اكو فيزيولوجيكال كونديشن معينه مثل الانكزايتي الفيفر هذا واحد. اثنين عندكم كشيء باثولوجيكال اهم شيء تعرفون مايترال ستينوسيس هي اكثر شيء يسوي لكم لاب بعد شورت بي ار يعني which means مثلا انه وولف باركنسون وولف باركنسون وايت سندروم راح يكون ايضا فيها لاب البيرث. وين يكون diminished or soft؟ mitral regurgitation. severe mitral regurgitation. أكو شيء اسمه variable؟ variable. وين صار؟ أي extra systolic. في الـ AF. مو variable. variable يعني شنو يعني مرة يكون. زين. فهذا الـ abnormality ما هذا اسمه. زين. الـ
الاس 1 بيست هير روبرت ما تعرف ميفكس نعم يكون هو اللابس عندكم الصوت الثاني اللي هو اس 2 بوش روبرت الايرتي بالمناطق الكلوجر او ايرتي كان بالمناطق من الاول هو اللي سيت ايرتي ايرتي هو اللي سيت اي 2 لذلك انت الاس 2 هو بي 2 كومبوننت اسيت الاس 1 1 كومبوننت وحده الاس 2 في 2 كومبوننت بي اي 2 وبي 2 يعني من يرسمون كمية عشان مثلا انت بالمنسمين اول شيء الاس 1 وراء الاس 2 ما يكتبوا اس 2 يكتبون اي 2 صفة بي 2 الاورتك راح يصير قبل بمنا ليه